السلام عليكم. عليكم شريف، لاباس؟ بخير، صحه؟ لاباس. وقفتينا شريف وشتينا بين صحافه، والحمد لله. واخا راعي غنى ما عارف اش كتقول، تبارك الله عليك. شنو الرساله اللي بغيتي تقول على المشكل اللي قلتي لي ديال الماء؟ شنو واقع لكم الماء دابا؟ هنايا الناس مساكن خاصهم الماء. واه خاصهم غير المليار نتي. نعم. والمجنات ما عندهمش، ما عندهمش والو نتي. والبلاد دابا عاوتاني كيديروا المواتر، خلاو دابا المساكين، خلاو حتى دابا الكتيبه خلاوها بالمواتر. دابا الناس اللي عندها الفلوس دارت المواتر، دارت البيال، دارت وخلاتكم بلا ما نتوما. حنا دابا غير كان نجبدوا من هنا ونجبدوا من هنا نتي. نعم. الا تردونا دابا لهذا الدار فاش ربنا هذا السيد وعطيونا الماء. الماء والو. دابا اللي عنده الفلوس دار الحوض، الماء كبير. دار الحوض والفارم، وكيخدموا دابا بالزرادي وشربوا داك داو الماء. هما اللي داو الماء، داو الماء. دابا كاين دابا الناس اللي تما دايرين البيار غارقين، الناس اللي دايرين دوك البصانات الماء. وانتوما منين كتشربوا دابا؟ منين؟ منين كتشرب؟ حنا دابا غير عندهم شي بير. بنادم كيروج غير عند الجيران، يجبد من هنا ويجبد من هنا، والحاسي زعما ديال القبيله غير جبين والو. تيجيبوا لكم المنتخبين الماء في السيترنات؟ لا، غير تيكذبوا تيقولوا بين راه تيجي يوصلوا لكم الماء حتى لهنا بالسيترنات. ما عمر انت وصلك شي ماء بالسيترنا؟ ومني كتسقي دابا انت عمي؟ منين كتسقي عمي؟ من البير. قلت لك البير. ولا ملي كتشرب؟ الماء هو دا ديال هاد القبيله دايت علينا الطوب باش كنشربو. ولكن في بلادك، في البلاد ديال السيدي عنده والو؟ صافي انت ولا ديالك هاد الغنم ديالك؟ لا ديال هذا ديالك هذا. الله يحفظك. الله. مش شحال من راس عندك عمي؟ مش شحال؟ مش شحال؟ 30. هي راس مالك في هاد الدنيا؟ شحال ديال الدراري؟ شحال ديال الدراري؟ ربعه ديال النفوس عندك والمراه. وقلتي لي بان ناضو حرشوا عليك شي واحد حمق، دار بحايل حمق. وخواك خواك البلاد. اسمع اخي المتتبع، ونعتبروه بانا، هذه ساكنه المغرب العميق. الغايه من هاد البرامج باش نعرفوا بان كاين لوبيات اللي كتهدد حتى الناس بحال هاد الماركه. راجل كان تيسكن مسكين، قال لك ولكن ما تتفاجئ باش يخويوه من بلاده، يخويوه من ارضه ومن داره، ويحاولوا يستغلوا المعاناه ديالو. نوضوا عنده واحد ودار راسه بحايل احمق. اسمع اش غيوقع لعمي. سميتك عمي؟ هيثم بارك. عمي هيثم بارك، جا عندك انت ذاك بحال الحماق بالعام. كيضرب الباب وكل شيء، وكل شيء ما دارش. لا الباب ما دارش. تيهرس عليك الباب. وهربتي دابا انت؟ هربتي من بلاد؟ من هربتي من؟ هربت انا من بوك مال شيطان. هو علاش دار لك هكاك دابا؟ علاش؟ باش يخويوك من تما؟ انا ديك التاريخ دابا ديال الملك وداك الخشوع ديال وجو المحافظه جات للبلاد. ناض مسكين عمي الحاج، ناض السيد. ناض وعندو بغا يحفظوا الارض، وهكذا في الاخر ما قضاو حتى حاجه بالقانون. صيفطوا له واحد السيد ودار راسو حمق، وبقى تيجري عليه مسكين ويهرس عليه الباب باش يحمي بناته وربعه ديال النفوس في المغرب العميق. غادي يهاجر هو والغنم ديالو. خويتي دابا من تما جيتي؟ خفتي على ولادك؟ ايه خفنا على روسنا كاع. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عمي العيد قرب، شت الغنم بانهم رخاص وتمالا تدوز عليكم؟ عاود لي على شنو؟ علاش رخاص الغنم هذا العام؟ ايوا نيت الماء بالجفاف. نيت الجفاف كدوز عليك تمالا بالشتا الثلج؟ ها كلشي كاين. كتهضر معايا وحاضي الغنم ديالك بحال وليدات. بحال وليداتك دابا. ها انت سيو وسط المزيغ تشوي؟ ايه سيو وسط المزيغ. فهمنا صحت لاباس؟ جات تربي المزيغ.
الا وخبو وضو راه حاول يغفو خبو وضو ومان راه رنمدن رنمدن غاستوي رنمدن اتسلن غفو خبو وضو ومان ذا ماكجران والو ومان امان ناش والو ذا لا نمدن واش غير صند اونا غير صند الفلوس الفلوس غوصن كاين الناس شن طقات فرحن يا الطاقه الشمسيه يا الماكن يا الماكن الماكن ورديك سنتا ساعة عمي يويناك دوامان عمي ثنيتي ذا الساعة تن قد حيت جا محمد السادس الله ينصرو غنديتو واحد الغنية عجبات اهي واي مغرب في نتتان معاونات انا بنوس سدي واسي فنزي زي تشاي غرماني شرغي من اذا ما تسد البراج نواج زي حيت جا محمد السادس الله ينصرو باش انه يدير البراج عمي هو من الناس اللي انهم الحسن الثاني عفوا الله يرحمه كان غنى شنو الديسك أهي واوي غير في السد الفنون السد على خاطرش يتشرف هذا انت مازال نقربوا باش ترد الغنى مع عمي الحاج عمي الحاج اكتب عخان زيد واد ما تبركا انسي ورشوي عشان واش تعاين اكي يحفظ ربي بسلامة غيفش نعم ادبلغ اخي المجهود ادصفر حم بارطاجيو توصل هذا الرسالة قالك عافاك دير المجهود توصل الكلمة ديالي عم الحاجة هو غادي يهز مسكين أكمام هذه هي حقيقة المغرب العميق فين ما خلا وشي مورسو ديال تبنت يحاول مسكين يهز لأن كيما قالك ما كاين لا دعم لا والو سولتو قلت له عمي الحاج واش عمرهم أنهم عطاوكم الماء في السيتيرنات لأن سمعنا هذا الشيء وقريناه في بعض المواقع ولكن الحقيقة بدون مقص ما كاين والو كاين المعاناة راجل بحال هذا اخواني في دول اخرى راه واخد لاروتريت ديالو هذه هي الحياة ديالو واو وغادي مسكين هكا وهز البيدود الماء غادي تشوف حتى الصندلة مسكين كنعرفوا بان كاين هذا الحضر كاين افاعي سامه ولكن الله معاه الله معاه الله معاه الله معاه بارطاج يا اخي باش توصل هذه الرساله تاع هذا الراجل غادي مسكين فين ما وهكا ويهز الماء ديالو ويحاول يهز حتى مسكين واش هذيك الماكله ديال الغنم هذوك عمي هذوك اللي هزت تما الماكله راه غشاني خويا الحشر ساكو لا ستصلح هذاك الشيء اللي هز في دارك غشاني خويا مسكين مخرج الغنم ديالو ولكن عنده مسكين واحد الحمار حاشاكم به باش تيمشي يتسوق قالك راني هاز قالك بغينا الحريه بغينا الحريه عمي واش عزت غيري نتعشى عندك اليوم عمي نتعشى عندك ولا تخاف مني ها مرحبا يا ولدي ناس قلبهم كبير اغنى ناس بالنسبه للكرم واخا تشوف جيبو ما عنده حتى حاجة ماشي قال مرحبا وزادها بأولدي عمي الحاج لا ما غاديش على رجلو يا أخي راه عنده الغنيمات ديالو
راه جاي مسكين هكا راه مشى لتما تيجمع مسكين، خرج الغنم تيرعاه فهاد الصحاري، ولكن ما نساش بين عنده حمار حتى هو خصو ياكل. هذه رسالة لبعض المسؤولين اللي هما راعيين على بنادم، على إنسان، وما تتحركش الإنسانية فيهم. هذه رسالة لبعض السياسيين اللي تيستغلوا هاد المناطق كأصوات انتخابية كيحتاجوها خطرة في كل 5 سنين، صناديق انتخابية، كنوز انتخابية تستغل بالبراءة والعفوية. 24 معزة مسكين اللي عنده هي راس ماله، يا اللي عنده 24 وزين، 24 معزة وحمار حاشاكم. الناس كتعاني حقا كتعاني، ولكن تنتمنى تكون ضمائر حية. عم الحاج غادي نتصافط معاه. غادي نحاول مسكين عم الحاج، غادي نحاول نعطيه شي بركة، ولكن راه ناس قلبهم كبير، راه يقدر نعطيه ويدور فيا. عمي الحاج ما سخاوش بيك الناس وما سخيتش بيك حتى انا، ما سخيتش بيك لا انا لا هما، انني بيدن اسيد اللي خاصنا راه حدا يحظى يدنس. كسي وضيف. دابا هذه الماكله ديال الحمار هذه ما نسيتيش، دابا خصك تزرع هادو والحمار حتى هو تدي له حقه. دابا هادو دابا بحال بنيتاتك هادو، عزاز عليك. عزاز عليك. اجي نقول لك، الا تلاقيتي مع شي مسؤول شنو خصكم هنا؟ شنو خصكم؟ كل شيء خاص، كل شيء. دابا المنتقل دابا انت الارض ديالك انت، هذا هو الطلب ديالك خوتي. عرفتي الطلب اللي تيقول سميتك؟ عافاك سميتك ايث مبارك. عطي الطلب ديالو خوتي شكون هو؟ قالك الطلب ديالي انني خواوني بلادي، انهم لوبيات حاولوا باش يستولوا على بلادي وبلاد با وجدادي، وانهم مرعبوني من بعد ما صوروا حتى حاجه في المحكمه، حاولوا يصيفطوا له واحد حمق وغادي يبدا يجري عليه ويهرس له مسكين دارو وبابو، ومن تما مبارك غادي يخوي البلاد وغادي يجي مسكين ويسكن له. سمعني مسكين وقال لك هاد الضربة الله يرحم الوالدين، حس بأن ذاك الخز مسكين اللي في قلبه وذاك الضغط اللي في قلبه بأن خرجته بأن وصل، ولكن واش كاين شي ضمير حي اللي غادي يحركه ولا لا؟ واش كاين شي ضمير حي اللي يعرف بأن هادو هما الثروات الطبيعية هاد الناس اللي مقابلينا، الكنوز ديال اللي عطى الله سبحانه وتعالى لهاد البلاد هادو هما اللي مقابلينا؟ مسكين قلت له الا لقيتي شي مسؤول شنو بغيتي تقول له؟ قال لك حميد بغيت نقول له راه خواو لي بلادي، خواوك بلادك، جراو عليك وهربتي لهنا. علاش هربتي؟ خفتي؟ ها وخو زعما يقدر يقتلك عمي الحاج، تا يضربك بالحجر. دابا الأمنية ديالك هي غير ترجع لدارك وما يضربك لا بالحجر ترد ولادك. هادي أمنية عندك في حياتك. وتا يضحك عمي الحاج من قلبه. شكون اللي يخليك انا؟ درجة الناس العائلة موقات. ما كرهتيش؟ ما كره. دابا غير موقات عندنا مليوح. انا فين ساكن دابا؟ فين؟ ليه ساكن جي داك الجبل؟ وفين دارك فاش زرع عليك هذا وخواك؟ هي غير فهاد النقر ديال بوز ماني. لا اله الا الله. عم الحاج، عم الحاج نتمنى ان شاء الله. دابا راه الناس قالوا لي نعطيك واحد البركه، قول بسم الله. بسم الله يلا. صافي هذيك البركه انا عطيتها لك بحال ولدك، وندير معك واحد التصويره، ندير معك واحد التصويره عمي الحاج. صافي وغير ديال اوبلا. لا عمي الحاج قول لهم بالسلامه نيابه عنكم داك الرويص.
هذا نجي عندو بلا كمامة ما نجيش لا بي غتجيه كورونا مسكين عايش في هاد الجبال بلا كمامة ياك محمد بلا كمامة ياك قال بلا كمامة انت وتقيل هاد الشيء كتهز تقيل دابا كتبقى هز هذا ديما لا ديما خصك توجد الحمارة حاشا كتاكل دير هكا الصوت باش ما يشدلنا عمي الحاج دير معاك شي تصبره قدامهم انا وعمي الحاج ها هكا هكا ما تيسخنش هاد الماء أمي الحاج هذه رسالة لهذا السيد اللي حاول يخوي هذا الراجل المسكين اللي ما نفاش واحد النهار أننا غادي نوقفوا عليه كقناة إعلامية الحمد لله من أكبر القنوات في المغرب العربي تنقول لهذاك اللي تعدى على الحاج وخواه بلاده لانه هو سياسي او لا برلماني او لا عنده نفوذ عيب وعار ان يخرج هذا الراجل في وسط هذه الجبال وهذه هي الصنداله مسكين اللي لابس رحمه بهاد الناس اتمنى تشديد العقوبات على اي واحد استغل بحال هاد الناس اش تقولوا لله سبحانه وتعالى عمي الحاج اعطيني رجلك شوف عم وريني رجلك عم الحاج شوف رجل عم الحاج كي دايره مسكين رجل عم الحاج صدق او لا تصدق انها معاناة ساكنة المغرب العميق الغاية من هاد البرامج اننا باش نوصلوا لذوي الضمائر الحية بان كاين لوبيات كثيرة في هاد البلاد كاين لوبيات اللي كتستغل بحال هاد الناس عمي الحاج قلنا له الا تلاقيتي مع شي مسؤول شنو هي الامنية ديالك في حياتك قبل ما تموت شنو الامنية ديالك عمي الحاج اش كتمنى من الله الا طلعت زعما يلبي لك هي ترجع لدارك نعم وبغينا لهنا ديال سيدي ربي والحرية اللي عطانا محمد بن يوسف نعم والحريه اللي عطانا محمد بن يوسف الله يرحمه هكذا مسكين تيتذكر محمد الخامس ما سميت الناس يرغي التيار تصبهوض والو لي اولا اولا عمي الحاج عافاك قلت ما عمي الحاج مازال بغى يهضر وسيرتو من اللي نيابه على عنكم مسكين واحد البركه نفرح ولادو انه مسكين الحاج لا لا تعمي الحاج عافاك عاد تقولها لي دابا راه الغليمات جلس وحدنا دابا سدادك سداد عافاك الله كروندير شنو قلتي لي في يام محمد الخامس لا جير غير تيار صفوط والو لسان صغوري دايا مرغي وغري فارغي فيا لا نشيران شهادات اللي يقمو مولانا يحضري تدو تيار على ربي تالوس جمادام يجاس نباف توبه الخير حسن يمالك الخميس عافاد هنا اللي تزعر غير تشمريري وينو او هذا قرى او ديشن يرومين رمضان المسكار نعم حال وحوش نعم يعني سيدنا نعم قول لي هذيك ديال اهيواوي اي مغربين اهيواوي مغربين وتتن معونات انا في نفس الدواسي في نفس اهي باش نشرحها لهم بالعربيه شنو قلتوا فيها بالعربيه اشرحها لهم بالعربيه معناها الناس اللي هما ودي المغاربه ضربوا نتعاونوا على هاد السد باش يطلع هي المغاربه جي نتعاونوا باش هاد السد يطلع عمي الحاج يناشد كل المغاربه رافه بهاد المساكن رافه بهاد الناس ما كان نعم وزاد ديك الساعه السكر 80 واش قال له ديك الساعه في يوم السكر ما سينا اين نريد وما نريد لهذا البرد فهمتي نعم وقال لك كلوا العدس وكلوا الزيت وحاولوا على السكر راكم كتشربوا ديك الساعة اسمع اللي انت في يام كورونا جالس كتهرب انت والبوليس في الزناقي كطل من هنا للسطافيط كان ديك الساعة ايام كان غلا السكر ولا المخزن تيقول لكم ما زاد له
الحسن الثاني قال لك راكم كتشربوا، قال لك راه هاد الفلوس دابا ديال البراج. الفلوس ديال البراج باش قال لك دابا السكر دابا اللي رد هاد الدراهم باش نخدموا بهم البراج. عرفتي اش قال اخواني بلاتي بلاتي؟ انهم حيت كانوا تيبنيو البراج ديك الساعه كيشربوا بزاف ديال السكر. اش داروا؟ انهم حاولوا ينقصوا ما يشربوش السكر، لان كان ديك الساعه السكر غالي. واكتفوا ان باش ياكلوا القطاني وياكلوا الخضره باش يوفروا الفلوس ديال السكر هما باش يساهموا في البراج. اسمع انت اللي جالس تهرب انت والبوليس على كورونا. لا واد لا ها هما دخل الدار ودير الكمامه ورزا. رحت المسكين قالوا اللي كيطلب حتى العشيه خصو غادي يشري دابا نصر له الارض ديال السكر بالدرهم ديالو يعاون حتى هو، حتى هو راه عنده الاشتراكيه هنا في البراج. كلشي شارك في هذا البراج. ايوا يا مغربين وقعد في وسط الشيوخ. يلا قولها لهم بيزرين محمد. ايوا يا مغربين. ايوا يا مغربين وثلاثة ناس معاون. ايوا يا مغربين. تتخفوا يلا. ايوا يا مغربين وثلاثة ناس معاون. ايوا يا مغرب. لا هذاك عاود خليك الساعة. لا باش نعاود لا انا اهيوا اهيوا يا مغربين وثلاثة ناس معاون. كان بنو سدي واسف نزيزي شاي غرمان. أن بنو سدي واسف نزيزي شاي غرمان. إي جراد. زيز. زيز ديك الساعة واد زيز. البورتاج راه في ليدا كل شيء. تبارك الله على عمي الحاج خوتك لولادك المغاربة، دعي معاك ولادك المغاربة تيشوفوا معاك. راه السياسة راه حتى لي عمرو شوية راه كنضربوا العين وبنادم كيحقروا كيشير عليه باش يخرج الدنيا. باش يتهنى منه. عمي الحاج ما سقيتش بيك بالسلامة. عمي. ولا شي نهار ان شاء الله يا ربي فين ساكن دابا باش إلا جيت شي خطرة ما لقيتكش نجي. ما كاين. النمرة ديال التليفون. قيد له النمرة، قيد له النمرة، قيد له النمرة، علاش لا؟ ولكن أجي نقول لك دابا إلا بغيت نجي عندك ما زيدوا جوج طوموبيلات عندكم، فين ساكن دابا أنت؟ لا شفتوا الله. ولكن ما نقدرش نوصل حتى للخيمه فين ساكن. لا 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 ناس كرماء الله يحفظك سولوا على البرلماني. واخا قال لك واحد السيد شنو الراي ديالك في البرلمانيين؟ البرلمانيين لا لا ما الراي لا دوك شنو الراي ديالك؟ هاد البرلمانيين خدامين ولا ما خدامينش ولا تصحوا في البرلمان؟ عندنا شبعتو. لا ما تسمي ليش واش خدامين ولا ولا يا ها يا ها؟ ما نعرفش شي ما. لا واش تيوصلكم شي ما بالسيتيرنا؟ لا. واش كيجيكم الدعم؟ لا. واش حيت تيطيح الثلج تيجيو تيفكوكم من ديوركم؟ والو عاد كورونا عطاو شي معاونه. الكورونا هذيك المعاونه حيت سيدنا وما كون ديالهم ما توصلش. حتى حنا كنشدوا ديال سيدنا ديال التضامن. وصلتوا هذه ديال المعاونه؟ الحمد لله. هذيك اللي دار سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ها النمره ديالي يا عمينو. ها هي. وعيط ليا وقول لي ان شاء الله راه غادي غنتهضر معاك باش تقول لي شكون هو هذا اللي تعدى عليك وهذا حيت عنده الفلوس خواك بلادك وولادك المغاربه يقدروا يوقفوا معاك كاملهم يد وحده. شتي دابا راه تيشوفوا فيك اكثر من راه اليوم تشوف فيك اكثر من 100,000 مغربي. صافي رحم الوالدين. صافي دابا غير الامنيه شنو خويا شنو؟ باش نلقاو لهنا حتى دابا كنخاف دابا نمشي نطلع للدار يجي يقفلني ما كنجيش نقدر. دابا ما كتمشيش كاع لدارك. وعلاش داروا لك هكا؟ غير على هاد السياسه اللي قلت لك دابا باش يخويوك تما جابوا المحافظه ما صوروا والو. دابا لقاو البلاد بغاو يبيعوا بغاو يبيعوا كيخسروا التقسيم ديال الاصل. والوليد ملي قالها هو والقيد على راعلي صوبوها دارت الاخمار ايت حسين ايت بن حدوي ايت فلان ايت فلان ايت فلان اسبيفان راه اللي باش قسم الله راه دورت مع عمي الحاج داك الشيء باش سخاني سيدي ربي حتى انا راني بحالي بحالك بابا. عمي الحاج قلبه كبير. عمي الحاج ماشي قال لك اعطيني الصدقه، قال لك حميد وصل غير هذه الرساله لخدام الدوله ورسلها للمسؤولين بان عندي داري وبلادي وبان لوبي فاسد حاول باش يصيفط واحد يبدا يوميا فين ما شافو تيجري عليه ويهرس الباب اختار باش انه يهرب ويهاجر. واه هو تيهضر فين دابا بلادك ودارك؟ ها هي اللي فوق بها الفوق بها شتي غير هاد الكسر نيت إلا هو تما نيت فوق ما وفين دابا ساكن؟ تيطولما تيطولما خواوك بلادك عمي عمي خواوك بلادك خواوك صافي دابا الله يعاون الله يحفظك الله يحفظك ليا الله يحفظك وصلات الرساله ديالك بسلامة عمي هاك يعاون ربي. ها النمرة لا غرش ها النمرة لا غرش عافاش الله يعاون شوف سيولي
حيت توصل شي نمره باش نعرف نمرتك. يلا اي مزيغ او كنعاون الله. اكي عاون ربي عمي، اكي عاون ربي عمي. حاله من الالاف ولا المئات ديال الحالات اللي كتعيش القهر والظلم. عمي الحاج واخا تشوفوا هكاك مسكين ملي شاف الغنم ديالو تصوغلات تينسى راسو بانه فات الثمانينات وقرب للتسعينات، تيجري وكانه شاب. الحمد لله ان عطاه الله صحه، واحد الصحه اللي ما عطاهاش لاي واحد كلا الفلوس ديال هاد الشعب ولا المقهور من سياسيين. سلامه سلامه عمي. اذا اخواني حاله من المئات ديال الحالات. تحيات خوكم حميد العقاوي مباشره من المغرب العميق. ما خير ما اقول، هو حسبي الله ونعم الوكيل. وتنتمنى هذه رساله باش ان حتى المسؤولين يعرفوا بان كاينه واحد الطبقه، طبقه مقهوره وراء الجبال في المغرب العميق اللي مازال قانون الغاب كيسود في بعض المناطق. تحية وشكرا للشرفاء ووصلت الرسالة للبرلمانيين والسياسيين من عند الحاج. حيت قال لك ما عمرنا شلنا لا دعم ولا ما ولا سيتيرنا ولا بوكلان حيت الثلج. شلنا الدعم في ايام كورونا حيت كان مقابلو سيدنا وكيصرف عليه سيدنا. خوتي رأفة بداك السيد كلشي بارطاجي. حاول خويا تعتبر ربك بارطاجي، لان بغيت هذيك الكلام اللي قال بكل حرقه انه يوصل. يوصل اخواني، كاين بزاف من عمي الحاج بزاف د الحالات. كون دابا نوقفوا على واحد اخر هكا كون تلقى المعاناه ديالو اكثر من الحاج. كون وقفنا على هذا الراجل غتلقى المعاناه ديالو اكثر من ديال عمي الحاج. سلام في خير. شريف لاباس؟ السلام عليكم. وفي خير؟ بخير عليا؟ الحمد لله. اسيدي راه معاك ولادك المغاربة كلهم تيشوفوا فيك. المشكل ديال الماء هنا شنو واقع فيك؟ شنو؟ الماء. واش كاين الماء ولا عندكم نقص؟ لا شوية والو الماء. داكشي اللي تلاقيت أنا وداك السيد مسكين راه ليا حتى هو تيتشكى. عندك شانطي يا بابا؟ لا والو الماء عمي. الرسالة الماء ما كاوليدي. شان الدعم والو؟ لا والو. يخوب وضو. الدعم كاين. الحمد لله برافو أن الدعم ديال سيدنا وصل لهاد الناس. الدعم برافو. عندك الشانطي يا خويا؟ عندك نجي عندك هنا. الدعم وصل لكم ديال 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 كورونا؟ اييه اسيدي وصلنا. شي وحدين شادين شي وحدين ما شادين. الدعم ديال كورونا وصل، اما ديال الثلج ايام الثلج وداك ديال العلف وداك الشيء والو ما تيوصل والو. والو غير ديال الدعم ديال كورونا. الدعم ديال كورونا راه وصلنا. هذاك حزب قابلوا سيدنا، اما اللي مقابلين السياسيين ما تيوصلش هنا والو. اللهم لك الحمد على سيدنا ديالنا. الله يحفظك. هكا يحفظ ربي. يا ربي امين. هكا يحفظ ربي. ما قال ما جا. ايوا شويه. والو. العلف بس العلف. غير العلف. بس العلف. ايوا الله يحفظك اخويا والله يحفظك. راه هذاك السيد قال شي حوايج اللي وصلات الحمد لله للمسؤولين. وصلات لهم بان كاين معاناه خصهم يديروا لكم الماء. واش يوصلوا السيتيرنات والو؟ لا والو. كاين السيد دابا تيمشي 20 كيلومتر باش يشرب الغنم ديالو. كاين 20 كيلومتر مسكين 10 غير باش يشربهم. اييه غير باش يشربوا الشيا ديالنا. ونتمنى توصل هذه الرساله. لا وحفظ هذاك الشيء اللي عطى الله الحمد لله. نعم. سيدنا ديالنا الله ينصرو. الله يحفظك. الله يعاونكم اسيدي. شكرا خويا بالسلامة. ناس كرماء، ناس قلبهم بيض. كون تقول له عمي بغيت نمشي نتعشى غادي يحلف لك. القليله غادي يذبح مسكين ديك الدجاجه اللي عنده في الدار. تحيات خوكم حميد العقاوي، وداعا وليس بوداع. فالى حلقه مقبله اللي غادي تكون دائما نحاول جاهدين باش تنقلوا الواقع بالصوت والصوره وبدون مقاس. تحيات خوكم حميد العقاوي.